كيف وصولك للمجد؟ تحكي لي شوي. والله أنا بدأت الحمد لله أعمال كمخرج منفذ في قناة المجد مع في أهم مسلسلات يعني بعتبرها. بداية من أبناء الدم كنت ممثل ومخرج منفذ المسلسل مع المخرج الأستاذ رائد إسماعيل، وبعدين اتجهت بعد كده لمسلسل جمر النار مع الأستاذ رافع حمدي. أحب أشكره على الهوا، يعني الأستاذ رافع شخصية جميلة. ما عندنا هوا حنا. ما عندناش هوا. عندنا هوا طبيعي، احنا انت ضيفي في البيت. ايش هوا؟ انا اسف حبيبي، انا اسف. صح، الله يجزاك خير. عيد الحته دي طيب؟ لا لا لا، ما في عيد، خلاص اعطيني اللي بقلبك، اعطيني. ما في شيء نعيد، هذا عندكم انتم عيد. انت ما تفهمش وما ادري ايش، وصراخ ويرتفع. حبيبي يرتفع عندكم الضغط والسكر. الله يجعلنا فاهم. يعني هي بداياتي، خلينا نتكلم في بداياتي. بدات مع الاستاذ مصطفى درويش، المنتج الاستاذ مصطفى درويش، احب اشكره من خلال برنامجكم. يعني بدات معاه في مسلسل ابناء الدم مع المخرج عادل اسماعيل كمخرج منفذ وممثل جوه المسلسل. وبعد كده مسلسل جمر النار مع الاستاذ رافع حمدي، اشكره جدا يعني، قد ايه انا استفدت منه فنيا. وبعد كده مسلسل القرين برضو، ونهايه بالحمد لله انا اخرجت مسلسل اضواء لعرض هذا. هو ده اللي انت تحكي داخل قلبي، انت ده اللي جواك على طرف لساني. مسلسل اضواء بس لا، بعض الافلام السينمائيه. ايش يعني هذا المسلسل ده يا اخي؟ قوي ذا. الحمد لله، احنا الحمد لله اشتغلنا باخلاص جدا في المسلسل، وربنا وفقني جدا. بشكر اداره المجد يعني متمثله في الاستاذ محمد جمال، قد ايه دعمني جدا في هذا المسلسل. والحمد لله فريق العمل كان على اعلى مستوى، وممثلين على اعلى مستوى. هذا البرنامج برعايه Hey, 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 hey.